فيديو جديد وحلقة جديدة عن قانون الجذب اللي اتكلمت عنها في حلقات كتيرة الشهر اللي فات. فالنهاردة هي حلقة تكميلية عشان جات لي أسئلة كتيرة جدا وناس بعتتلي على الفيسبوك وعلى الانستجرام تشكرني على ان انا يعني بسطت الموضوع في الفيديوهات اللي عملتها قبل كده، وان هو موضوع بالنسبة لهم كان معقد، بس جات لي أسئلة عن ازاي اعمل الموضوع ده بطريقة عملية، وان هما جربوا تمرين بتاع قانون الجذب مثلا عايزين حد يكلمه في التليفون او قانون التخاطر والموضوع ما ينفعش معاهم. فانا النهارده حبيت اتكلم بطريقه عمليه شويه، حبيت اتكلم عن ازاي نفعل قانون الجذب او طرق تفعيل قانون الجذب بطريقه عمليه. فلو انتم ما اشتركتوش في القناه اتمنى ان انتم تشتركوا في القناه وتعملوا لايك للفيديو لو عجبكم، وكمان تقولوا لي رايكم في الفيديو ورايكم في موضوع قانون، انا مش عارفه اظبط الكاميرا يعني. قولوا لي رايكم في موضوع قانون الجذب وايه انطباعاتكم عن قانون الجذب، واحكوا لي كمان لو في حد فيكم جرب يعمل قانون الجذب ونفع معاه في ايه وما نفعش معاه في ايه. اول حاجه، انا عملت فيديوز كتيره جدا بس هعيد الكلام ده للاول عشان حد اول مره يتفرج على الفيديو. انا عايزه اقول ان كل حاجه في الدنيا ليها طاقه، يعني انت ليك طاقه، كلامك ليه طاقه، عينيك ليها طاقه، ودنك الكلام تسمعه ليه طاقه، ايدك ليها طاقه، كل حاجه حواليك في الدنيا دي كلها ليها طاقه وتردد. ف يعني سبحان الله، قانون الجذب ده قانون كوني، يعني موجود مع بدايه الكون. فناس كتيره جدا بتقول ان الكلام ده كلام فارغ وعلم الطاقه ده اصلا ملوش وجود في الحياه، والناس دي بتخرف وبيقولوا اي حاجه وخلاص. بس اللي عايزه اقوله ان قانون الطاقه كده كده شغال، او قانون الجذب كده كده شغال، سواء ان انت استخدمته او ما استخدمتهوش. فيا اما تستخدمه وتقدر فعلا تحقق احلامك واهدافك وطموحاتك، يا اما تكون مجرد اداه لناس تحقق احلامها، يعني انت مجرد تردد بيستخدم في تحقيق احلام الناس التانية اللي بتستخدم قانون الجذب. فانت يعني واهدافك، او انت وضميرك، هل هتستخدمه ولا مش هتستخدمه؟ بس عايزه اقول لكم ان في ناس كثيره جدا يعني حققت احلامها كلها باستخدام قانون الجذب، لان ده قانون اتكلمت عنه كل الاديان السماويه، واتكلم عنه يعني حتى القرآن فيه يعني حاجات بتدل على قانون الجذب. يعني تفائلوا بالخير تجدوه، يعني تخيلوا تفائلوا بالخير تجدوه. انا اللي عايزه اقوله ان انت تقدر تشد كل حاجه في الدنيا، شعورك اللي انت هتحس بيه هو اللي هيشد ليك كل حاجه حواليك. ازاي يعني؟ يعني انا حاسه ان انا مهمومه، حاسه بالهم، اكيد انا هشد هم، هجذب هم. حاسه بالسعاده يبقى هجذب سعاده، حاسه بالاستقرار هجذب استقرار، حاسه بالتعاسه هجذب تعاسه. علشان كده انا عايزه اقول لكم على حاجه بسيطه جدا. يعني تخيل ان انا قلت لك انا هحط قدامك صور كتير قوي، صوره واحد بيضحك، صوره واحد حزين، وصوره واحد بيعيط، صوره واحد مهموم، صوره واحد مكتئب، صوره واحد عايز ينتحر. وهقول لك ان كل صوره، يعني لو سحبت صورة من الصور السعيدة فيعني دي هتحصل لك، ولو سحبت الصورة اللي انت هتسحبها. فهل انت بقى دلوقتي لو في ايدك القرار هتسحب الصور اللي هي من واحد بيعيط، واحد حزين، واحد مكتئب، واحد حاسس ان حياته سودة ومقندلة وهو مش عايز يعيش اصلا، ولا هتسحب الصور بتاع واحد متفائل، واحد مبسوط، واحد عنده احلام واهداف وعايز يحققها، واحد متفائل؟ اكيد هتسحب الصور اللي هتعبر عنك. وهو ده علم الخيال او قانون الجذب، اللي هتفكر فيه هو اللي هيحصل، اللي نيتك هتيجي فيه هو اللي هيحصل. علشان كده مهم قوي 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 في الدنيا ان انت تكون ايجابي، يعني خلي مشاعرك دايما ايجابيه، خليك دايما عندك شكر لربنا، خليك دايما افتكر دايما الحاجات الكويسه في حياتك، وخلي عندك رضا. تخيلوا يا جماعه ان اكتر حاجه هتحقق لك احلامك ان انت تكون عندك رضا، لان انت لو حاسس ان انت حزين وكئيب ومكتئب هتجذب الطاقه دي. فعشان كده لازم 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 اي مشاعر سلبيه تيجي ناحيتك تطردها، تطرد على طول المشاعر السلبيه، وتحاول دايما ان انت يكون عندك احساس بالامتنان، احساس ان انت تشكر ربنا. الناس هتقولي طب اشكر ربنا على ايه، ده انا حياتي كلها تعاسه. ليه؟ هو انت مش عندك عينين بتشوف بيها؟ مش عندك ودن شغاله الحمد لله، مش ماشي بسماعات؟ مش عندك رجل بتمشي عليها؟ في ناس بتمشي باربع عجل، يعني بكرسي باربع عجل. مش عندك ولاد؟ مش عندك شغلانه بتشتغلها حتى لو بسيطه؟ مش بتعرف كل يوم تاكل وتشرب؟ مش بتنام على السرير كل يوم من غير ما تتالم ولا يكون راكب لك هاني ولا في ايدك؟ فده اللي انا عايزه اقوله، ان انت تحمد ربنا الاول على النعم اللي عندك، لان اكيد عندك نعم كتير جدا، ناس بتحلم يبقى عندك ربعها. فلما انت تحس بالرضا وتحس
يعني وتحس بالامتنان ربنا على النعمة اللي اديها لك، يبقى انت كده بتبدأ قاعدة رقم واحد في قانون الجذب. ليه؟ مش ربنا سبحانه وتعالى بيقول ولئن شكرتم لأزيدنكم؟ يعني كل ما هتشكر ربنا ربنا هيديك، كل ما هتحمد ربنا ربنا هيديك. يعني مش دايما يقول لك ان انت دايما تقول الحمد لله الحمد لله، كل ما بتزيد الحمد ربنا بيديك نعم اكتر، كل ما بتزيد الرضا ربنا بيديك اكتر. ربنا بيقول لك ولئن شكرتم لأزيدنكم، يعني كل ما هتشكر ربنا ربنا هيديك. دي الطاقه اللي انت تجذبها ان انت بتشكر ربنا، طب انا هديك، انا مش هحق. يعني انت وثقت فيا وشكرتني، يبقى انا لازم اكون عند حسن ظن عبدي بيه. ربنا سبحانه وتعالى بيقول انا عند حسن ظن عبدي بيه، يبقى ده قانون الجذب. القران بيقول لك قانون الجذب موجود، كل ما يبقى عندك حسن ظن في ربنا ربنا هيعمل لك الحاجه. انا عايزه اقول لكم ثلاث امثله. لو انا اديتكم ثلاث اشخاص، الثلاث اشخاص بيشتغلوا نفس الشغلانه بيشتغلوا يعني في شركه واحده، واحد عايز، الثلاثه عايزين يترقوا، ماشي، الثلاثه عايزين يترقوا. واحد بيموت نفسه في الشغل، بس حاسس ان هو مش هيترقى، يعني على قد ما هو شغال وخلاص بيشتغل كويس قوي، بيشتغل بنسبه 90%، بس احساسه كده ان الموضوع صعب جدا ومستحيل ان هو يترقى. واحد تاني بيشتغل نص نص، يعني نسبه شغله 70%، بس هو برده عمال يا ترى هترقى او يا ترى مش هترقى، يا ترى هترقى يا ترى مش هترقى. واحد تالت بيشتغل بنسبة 40%، بس واثق في نفسه، واثق في قدراته، واثق في ربنا ان هو ان شاء الله بإذن الله هيترقى. تخيلوا مين اللي بيترقى؟ رقم تلاتة، اللي هو اقل واحد فيهم بيشتغل، وفي الاخر يقولك شفت ده محظوظ. بالعكس، هو مش محظوظ، هو كان عنده حسن ظن بالله، كان عنده طاقة ايجابية، كان بيشتغل بس هو عنده هدف، ان هو عارف واثق في نفسه، واثق في ربنا ان ربنا هيحقق له هدفه. وده اللي انا عايزه اقوله، نيتك هي اللي هتحدد مستقبلك. لو انت عارف ان الحاجه جايه ان شاء الله باذن الله وان هي هتحصل، لو عندك شك 1% انها مش هتحصل يبقى مش هتحصل. يبقى انت دايما تتخيل الحاجه الكويسه، دايما يجي في دماغك الحاجه اللي هي يعني خلي هدفك قدامك ان هو ان شاء الله باذن الله انت هتوصل له، يعني هتوصل له. خلي عندك ثقه في نفسك ان انت تقدر تحقق احلامك، وعندك ثقه في ربنا ان ربنا هيقدرك ان انت تثق في احلامك. انا هعمل لكم فيديو تاني عن تمرينه كده ان انت كل يوم تعملها، يعني انا هعملها لكم فيديو تاني لوحده، يعني تمرين كده انت ممكن تعمله كل يوم 5 دقائق الصبح و5 دقائق بالليل، ان انت يعني هسيب لكم اللينك بتاعه لما اعمله، ان انتوا ازاي تفعلوا قانون الجذب في حياتكم. بس انا حاولت ان انا ابسط الموضوع. قانون الجذب موجود بنسبة 1000000%. قانون الجذب لو انت استخدمته هتقدر توصل لحاجات كتيرة جدا ما تكونش تحلم بيها في حياتك، بس انت لازم تفكر بطريقة ايجابية، لازم تتخيل الحاجة، يعني دايما تخيل الحاجة الكويسة، دايما تخيل الحاجة الإيجابية دايما. يعني مثلا واحدة ست تقولي انا جوزي بيخوني، هي ما عندهاش اي دليل بس هي حاسة ان هي جوزها بيخونها. انتوا عارفين هي بتعمل ايه؟ الطاقة، حتى لو ما كانش جوزها بيخونها جوزها هيخونها. تخيلوا ليه؟ لان هي جذبت الطاقة دي، بدل ما تقعد تقول الحمد لله يا رب ان انا عندي جوز، الحمد لله ان انا جوزي، يعني ان انا متجوزة. في ستات لحد دلوقتي عندها 50 سنة ولسه ما اتجوزتش، لما تقول الحمد لله، بدل ما تفكر في الحاجة السلبية ما تقول الحمد لله ان انا اتجوزت، الحمد لله ان انا شكلي كويس، الحمد لله ان انا. ده اللي انا عايزه اقوله، لما تقعدوا تفكروا في الحاجة انتوا بتجذبوها والله العظيم. يعني مثلا انا واحدة صاحبتي جابت عربية، بعدين قعدت تقول يا انا حاسه ان الناس كلها بتحسدني، وانا حاسه ان انا هعمل حته حادثه ومش هلحق افرح بالعربيه. قلت لها يا بنت اتقي الله، ما تقعديش تقولي كده. تقولي لا انا مش عارفه، ده الناس كلها عماله تقولي ايه، ده انت ازاي، ده العربيات غليت، انت رايحه تشتري عربيه بعد ما العربيه بقت بنص مليون جنيه، جابت عربيه بي ام دبليو، وعمالين يقولوا لي ده العربيه بتاعتك ب 700000 ومش عارفه ايه، وانا متاكده انها هتتخبط. انا عايزه احكي لكم على حاجه، هي البنت بتسوق كويس جدا، انتوا عارفين انها كانت راكنه العربيه في التجمع تحت الشركه عندنا، العربيه بتاعتها اتخبطت وهي مركونه، يعني هي مركونه ومركونه في مكان كويس جدا، حد وهو معدي خبط العربيه. قالت لي شفتي، مش انا قلت لك ان العربيه هتتخبط؟ قلت لها شفتي، انت اللي عملتي في نفسك كده، انت اللي جذبت الطاقه دي، انت اللي تشائمتي، انت اللي قعدتي تقولي العربيه تتخبط العربيه تتخبط، جذبتي التردد بتاع الخبط. يا جماعه احنا كلنا عباره عن طاقه استقبال، ان احنا بنستقبل ترددات وبنرسل ترددات. يعني ما تخليكش، يعني خلي طاقه الارسال بتاعتك طاقه ايجابيه، ان انت ترسل حاجه، بدل ما تقول، بدل ما هي كانت
كل ما كانت تيجي المفروض ما كانتش تتكلم وتحكي عن الموضوع ده. تاني حاجه المفروض ما كانتش تفكر فيه. طبعا هي كانت عماله الموضوع بتفكر فيه بتفكر فيه بتفكر فيه، من كتر ما هي بتفكر فيه جذبته. اللي انت بتفكر فيه هو اللي هيحصل، اللي انت اللي جاي في دماغك هو اللي هيحصل. انا عماله بقول شوف انا عملت فيديوز كتير قوي وزهقتكم، بس انا عايزه مصلحتكم. عشان كده ما تقعديش تقولي هو مش بيحبني، انا عارفه ان هو بيخوني، والله العظيم مش بيحبني. لو واحد انت مرتبطه بيه قعدت تقول هو مش بيحبني مش بيحبني مش بيحبني، هو مش هيحبك، وانت هتبقي عايشه المشاعر ان هو مش بيحبك، وهتتعاملي معاه على اساس ان هو مش بيحبك، فبالتالي هو مش هيحبك. يا جماعه فكروا دايما في الحاجه الايجابيه، كل ما تيجي فكره سلبيه اطردها من دماغك، كل ما تيجي حاجه مش كويسه اطردها من دماغك، تقولي ابني هيتخبط. طب ما هو ابنك شوف بعد كده تقولك شفته، مش امهات كلها بيقعدوا يقولك شفت انا كنت حاسه ان اللي هيحصل. القانون اللي انا عايزه اقوله لكم النهارده في الفيديو ده، مفيش حاجة اسمها صدفة في الحياة، مفيش كلمة صدفة دي مش موجودة. الصدفة دي ولا حاجة، كلمة صدفة والإنسان ده محظوظ ما سمعهاش من أحد فيكو. أنا عايزاكم تكونوا مثقفين كده في علم الطاقة، مش تتفرجوا عليا اسمعوا كلامي بقى. صدفة مفيش حاجة اسمها مفيش أي حاجة في العالم اسمها صدفة، مفيش حاجة اسمها إنسان محظوظ. في حاجة اسمها إنسان عارف يستغل قوة العقل الباطن بتاعته، وإنسان معرفش يستغلها وبالتالي كان عبارة عن إن هو شخص موجود في تردد. ناس تانية استخدمت تردد ان هم يحققوا احلامهم. اهم حاجة عندي ان انا عايزة كل واحد فيكم ان هو يحدد اهدافه، يحدد اهدافه في دماغه ويفكر فيها كويس قوي، يقيم نفسه. يعني كل يوم اقعد قيم نفسك، كل يوم اقعد اتكلم مع نفسك، كل يوم شوف انت عملت ايه مع نفسك. انا عايزاكم تتكلموا مع نفسكم. مديتيشن يا جماعة، التأمل. الرسول عليه الصلاة والسلام لما نزل عليه الوحي في غار حراء كان بيتعبد. يعني ايه يتعبد؟ يعني يتأمل يتفكر. يتفكر دي قوة جبارة ربنا وهبها لينا، بس احنا مش عارفين قيمتها. يبقى انت لما تتعبد تتفكر تتأمل كل الحاجات دي هي اللي هتحصل لك. في تمرين هقولكم عليه ان شاء الله بإذن الله، هحكي لكم عنه يعني حلقه تانية. انا كنت هعمله الحلقه دي بس بصراحه الحلقه طولت مني شويه، فانا مش عايزاها تبقى طويله قوي كده. بس حددوا اهدافكم، اعرفوا انتوا عايزين ايه، قيموا نفسكم، اجذبوا الطاقه الايجابيه، اجذبوا كل حاجه كويسه، تخيلوا الحاجه الكويسه. اللي انتوا هتتخيلوه هو اللي هيحصل، اللي انتوا بتفكروا فيه هو اللي هيحصل، اللي هيطلع من بقكم ده هو. عجبكم بشكركم واشوفكم في فيديو تاني، ومع السلامه وتصبحوا على خير.